إذا مشاهدي شوف تيفي تحية طيبة لجميع متابعي ومتابعات. إذا للأسف كثرة الجرائم في مدينة وجدة. هذه المرة شاب عنده 18 سنة اللي توفى سي محمد اللي كيسكن في فيلاج الشعوف يمكن ياك فيلاج الشعوف. واليوم معنا الأب ديال واحد الضحية ديال واحد الوليد اللي كان غادي يموت يعني تعداو عليه واحد المراهقين بهذا المعنى هذا واللي مسكين دابا كيرقد هنايا في المستشفى الجامعي وخصو مجموعة ديال الأدوية ومجموعة تاع الأمور وهذاك الشيء اللي وقع له راه خطير جدا وخطير بزاف وخصوصا في هذيك السويقة ديجا كانوا داز معنا واحد السيد وضربوه وخسروا الوجه ديالو وخرج. كنتمناو أنه إن شاء الله حنا الأمن ديالنا تبارك الله خدام هنا مدينة جدة نتمناو أنهم يكتفوا الجهود باش أنهم يحاربوا هذه النقط السوداء اللي كاينة هنا في مدينة جدة خصوصا في هذه السويقات وهذه هما اللي كيوقع فيهم هذه المشاكل. غادي نشوفوا مع الأب ونتمنى أنه تبارطاجيو معنا هذا المباشر ونتمنوا انهم القلوب الرحيمه كذلك تعاون هذا السيد لانه هذا السيد ما فحالوش والولد ديالو غادي يخصو علاج طويل خصو ترويض خصو مجموعه تاع الامور وما عرفناش من هنا لقدام واش الوليد غادي يتمشى ولا ما غاديش يتمشى. نطلب منكم انكم تبارطاجيو معنا هذا المباشر. سي محمد هذا شنو الاسم ديالك؟ هرنين عبد الله. شنو كتشتغل في الحياه ديالك؟ لا والو مرات صافي مره هاك بغيت تحكي لي بالضبط هذاك النهار شنو وقع الحادثه تاع الولد. وهذاك النهار اخويا انايا كنت في الخدمه وملي عيطوا لي شي دراري قال لك دير واحد نقد الولد ديالك راه مضربوه شي وحدين بالموس. ملي قلت انايا بغيت نجي لحقتهم داتها ليبيلونس ودات المستشفى الجامعي وهما راهم دايرين الدور ديالهم الله يرحم لهم الوالدين وحتى هما راهم واقفين راهم زعما ما مقصرينش وحنا رانا نطلبوا لغنا يعاونونا شي محسنين ولا شي ناس ولا شي كذا رانا خايفين هاد الولد هذا اللي يحضر يتشلل لينا وخا تابعه ترويض تابعه كذا وحنا ما في حالناش اخويا. انت احكي لي شنو وقع هذاك الاسبوع حكى لك انت وقع في السويقه بعدا وقلنا حتى البلاصه فين وقع المشكل. المشكل فين وقع؟ المشكل وقع يعني حدا المدرسه. المدرسه فين جايه من؟ المدرسه في ذاك الدار اللي بوحدها. دار في حي السماره. وهو كان فايت هو وخوه الصغير كانوا فايتين قال لهم علاش راكم تشوفوا فيا؟ قالوا له ما رحناش نشوفوا فيك. هما فاتوا يلا هما دازوا وهو الولد الصغير بقى يهضر مع شي دراري صحابه هو تلفت لقاه ضرب خوه لقاه طايح ضربوه بالموس والموس قرضت له في الظهر بقات لاصقه في ظهره. كي جبناه هنايا راهم داروا له دخلوا علينا من العشره ديال الليل ما خرجوهناش حتى الثلاثه ديال الصباح. هو في العمليه ودوك راه حنا نطلبوا من الله ومن الامن يوقف معنا ومن المحسنين يوقفوا معنا وحنا رانا الحاله حاله الله. فهمتوا غير انتما دابا الطبيب شنو قال لكم على حساب الحالات تاع هاد الوليد؟ اخويا حنا هاد الطبيب هذا قال لك اودي حنا غادي نديروا له الترويض ويطلب الله ربما هاد الولد هذا غادي يتشلل. فهمتوا ودابا انتما خصكم بزاف تاع المصاريف اللي خاصك.